إذا مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم، صباح النور ليكم كاملين. مرحبا بكم معايا في هذه الجولة الصباحية من مدينة ميدلت، اللي من خلالها غادي نهضروا على الموضوع ديال الشاب اللي تلقى الترامواي. ماشي الشاب الاول اللي تصدر الحكم في حقه، انما الشاب الثاني اللي ماخداش، يعني ماخداش الموضوع ديال الدري الاول ديال انه تحكم، ماخداش بجدية ونظر نفس الفعل، مع انه القانون واضح في هذا الشيء، ومع انه مع الاسف كيكونوا الاحكام ثقيله في هذا الشيء. ويعني وشاب في داك السن كيخرج على راسو على حاجه تافهه، على تخربيقه يمكن هو كان باغي يوصل بها شي فكره. غالبا هذا هو الحاجات اللي فكر فيهم، غالبا كان باغي يوصل شي فكره، ولكن مع الاسف الفكره ما وصلتش، والدري يعني كان العقاب قاسي في حقه، الوالدين هما اللي كتجي فيهم الضربه. كما قلت الشاب الثاني ما خداش، يعني ما شافش الدري الاول وخد داكشي بعين الاعتبار وقال راه الحكم كان ثقيل. بالعكس ناض حتى هو، دار نفس القضيه، دار نفس الحاجه. مع الاسف ما بغيناش هادشي للشباب ديالنا، يعني الحكم ديال 10 سنوات فثقيل بزاف، ثقيل بزاف، دخل كاملين لقلوبنا بحال الصاعقه، مع انه ما كنعرفوه ما والو، ولكن داك الوالدين هما فاش كتجي الضربه، الوالدين هما اكثر متضررين. يعني الواحد فاش كي يقدم على شي فعل، فمع الاسف ما كيفكرش في والديه، ما كيقولش بلي هادشي ما وقفش فيا انا بوحدي، انما حتى والديه غادي يتضرروا به. مع الاسف الشاب الثاني ربما كان خاصو يفكر اكثر، الاول تهور، ولكن انت شفتي الاول كيفاش كان المصير ديالو، فعلاش غتعاود حتى انت نفس الفكره؟ علاش غادي تعاود يعني نفس الشيء؟ اذا صباح النور لكم كاملين مره واحده اخرى، مرحبا بكم معايا مره واحده اخرى. سمير الشرقاوي رحب بك الخير، شكرا جزيلا، انت مرحبا بك في ميدلت. اسماء الساهن صباح النور اختي، مرحبا بك. اذا مرحبا بكم معايا كاملين. كما قلت الموضوع اللي باغيين نهضروا عليه في هذه الجوله الصباحيه السريعه، هذه الجوله الصباحيه بغينا نهضروا على الموضوع ديال الشاب اللي اقدم على انه يعترض طريق الترامواي. ماشي الشاب الاول اللي تصدر الحكم في حقه، انما الشاب الثاني اللي عاود نفس الفعل، واللي كما قلت لكم قبيله فالقانون واضح في هذا الشيء، وديك الحاجه اللي دار فكان ممكن انها الله يحفظ تخرج على ماشي على حياته بوحدو، كان ممكن يتضرب هو نقولوا اه هو، ولكن راه الناس اللي راكبين في الترام راه كلهم كانوا غادي يتضربوا. مع الاسف الا كان خدا غير الطرام شي فران باش يحاولوا ما يضربوش وتزدحوا لي لداخل، راه عرفتي شحال من روح غادي تمشي؟ راه الناس كاملين اللي غاديين لخدمتهم في داك الطرام، الناس كاملين اللي غاديين مثلا لاجل المستشفى، ولا الناس اللي غاديين يزوروا حبابهم، ولا يعني الطرام راه كيكون عامر، ومع الاسف كان ممكن يمشيو فيها ارواح كثيره. ما بغيناش هذا الحكم لهذا الشاب بصراحه، كان راه واحد منا ولدنا كاملين، ما بغينالوش هذا الحكم الثقيل، ولكن القانون واضح في هذا الشيء، والله يهدي الشباب. هذه رساله للشباب كاملين، ردوا البال، راه ربما غير تهور في الحضار، ربما شي حاجه بغيتي تضحك بها غتخرج لك على حياتك، وغادي تستقم بكيا والديك من موراك. مع الاسف الغلط اللي كنديروا كي كنفكروا غير في روسنا وما كنفكروش في والدينا. العربي محوتو صباح الخير، محوتو سيدي سليمان ومشاره مزوق الدرب العمري، مرحبا بسي العربي، مرحبا بالناس ديال بن سليمان والناس ديال سوق درب العمري، مرحبا بكم. اسماء الساهن شكرا اختي، مرحبا بك، الله يحفظك يا ربي. صلاح الدين شكرا على الوريطه. لطيفه كصباح النور، صباح النور اختي. اسماء الساهن وي الله يهدي ما خلق، اللهم امين. هي فعلا هذه خصها تكون رساله للشباب كاملين، يعني هذا الوليد كتبت عليه الله يفاجئ عليه، هذا ما نقوله، والله ما بغينا له هذا الشيء، حتى واحد فينا ما بغاه له، ما كنعرفوش، ولكن فاش كيكون حكم ثقيل وتشوف الوالدين كيبكيو وتشوف الوالدين يعني
هما اكثر متضررين، فكيبقى فيك هذاك الشخص. والله ما كتبغي لي هذيك الحاله الخايبه، الله يشوف من حاله. هذا ما نقوله، ولكن هذه رساله للشباب الاخرين، ما ديروش في حاله، ما ديروش نفس الشيء اللي دار. راه ما يهمكش راسك قد ما يهمك والديك. واش انت ترضى والديك؟ لا نمشيو ليهم. واش انت ترضى والديك يبكيو من موراك؟ وغير قول لي ترضى الناس يبداو يجيو يمسحوا دموع والديك كما كيقولوا الدراري في سميتو كما كيقولوا الدراري، واش تبغي الصالون ديال داركم يبان؟ راه مصيبه وحق الله. يعني كنديروا شي حوايج اللي ما كنفكروش مع الاسف العواقب ديالهم، والضربه كتجي في الوالدين. راه كنت غادي نعاودها، ديما الضربه كتجي في الوالدين، وعاد اللي مزوج وعنده وليدات الضربه كتجي في دوك الوليدات. الله يهدي ما خلق. هذه رساله للشباب كاملين، هاد المباشر تدار باش نوصلوا هاد الرساله، ماشي باش نتكلموا على هاد المشكل، انما باش توصل الرساله ديال الشباب يردوا البال. راه التهور في لحظه يخرج لك على حياتك. دابا هذاك الشاب نقولوا دخل مثلا الحبس، مثلا عنده 16 عام، غادي يخرج عنده 26 سنه، غادي يخرج للقرايه للخدمه لشنو غيدير؟ واخا هادشي الا ما دامش طبعا في الحبس ولا الى قرا ولا، ولكن ها هو دا خرج. ديما غتبقى تبعك في دارك ديك القضيه ديال انك عندك صوابق، ديما غادي تبعك في دارك ديك القضيه ديال انك دوزتي الحبس. راه واخا تنقى من بعد، واخا تقرا، واخا تشد صنعه زوينه، واخا كتبقى هذاك اللي دوز الحبس، هاد السمعه كتبقى تبعك. واللي مشيتي تخدم عنده كيقولوا له الناس عرفتي هذاك اللي بغيتي تخدم دوز الحبس. واش هو غادي يدخل عنده حبس يخدم؟ ما يمكنش. يعني ما نضيعوش حياتنا بيدينا. مولاي محمد سميحي، صباح النور من تونات، السلوك مرفوض. وفعلا مرفوض، هو كتبت عليه الله يشوف من حاله، ولكن كنتمنوا ما تزيدش تكتب مازال على شباب وحدين اخرين. قاسمي الحسن، واش ما درت فيها طرموي؟ ما درت ما فيهاش حتى الطوبيس، بقى طرموي. نور الدين طه، سولي علاش دار هكا؟ ماشي علاش دار هكا، هي الفكره اللي كنبغي نوصل للدري راه معقوله، غير باش نكونوا واضحين. ولكن يمكن نحاول نوصلها بطريقه اللي خرجت له على حياته، بطريقه اللي ماشي مزيانه. اما الفكره اللي كنبغي نوصل فربما كان يبدل بها شحال من حاجه. طيب العبادي، سلام، شنو واقع؟ الحمد لله ما واقع والو، كنهضروا غير على المشكل ديال هاد الشباب اللي ولاو كيعترضوا للترامواي يعني كيديروا بحال هاد الحويجات هادو البيضيو وصافي. هذا ما نقولوا. رشيد سيمو، عليكم السلام، تحياتي ليك. صلاح زعيم ولا الزين، اسمح لي، صباح النور، مرحبا. اذا اسماء الساهل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا شكرا جزيلا لكم انكم بقيتوا معايا في هذا البث المباشر كامل، في هذه الجوله الصباحيه في شوارع مدينه ميدلت، اللي من خلالها كما قلت تكلمنا على الموضوع ديال الشباب اللي ولاو كيتلقاو الترامواي، الله يهديهم. وكما قلت من خلال هذا المباشر بغينا الفكره توصل للوالدين، ردوا البال مع والديهم، مع ولادهم عفوا، وتوصل الفكره للشباب باش ما يرميوش روسهم يعني الحوايج خايبه بحال هكا. راه الله سبحانه وتعالى وكان كيقول لنا لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. شكرا متتبعينا، والله يعاونكم.